وحقا انا كنت لقيت مع الوزيرة بسمة الحقاوي في هولندا وهضرنا بزاف انا وياها وناديتها قلت لها ودي راه انا مشكل ديال هاد الاطفال اللي كيتولدوا غير اطار الزواج راه مشكل كبير. قلت لها اللي بغيت نقول لك هو ان انتم كحكومه كحزب راه خديتو الحكم يعني الحزب ديالكم راه حكم وهاد الدراري هادو الا ما قدمتوش لهم الخدمه اللي غادي تصلح بهم واللي غادي ترد لهم الاعتبار ديالهم اشي نعم راه غدا ولا تقوليش مع راسك بلي راه ما غاديش تحاسبوا لان دزتو في الحكم غادي يقول لكم غدا اشنو درتو لينا. وقلت لها وزتو قلت لها تشرميل انا كيبان لي التشبر هذا تشرميل هذا غير ديك الطبق اللي كيتعطى قبل الماكله لوغداف رانا ملي غادي يجي الطاجين مشحر اشنو غادي يطلع لينا فيه. راه خصنا نردو بالنا لهاد القضيه هذه ديال هاد الاطفال هذه اللهم نقدوهم قبل ما يوقع الواقع. وعندنا وسائل لا سمعت ليا ملي جينا زعما تصنتات ليا ما تهضرنا وصافي بيني وبينهم الاحترام زعما انا عمرهم بعدا الوزيره هذه ما بيني وبينها غير الخير وحتى بنكيران براسهم. ملي جينا كان داك المؤتمر الطفوله وطلع هو خطب وكان خطب وقال هاد الاولاد ولادنا وخصنا الحكومة خصنا نديرو المجتمع خصو يعمل مشاريع ونعقدو نعتقو اللي نقدرو نعتقو كل نحقو نعتقوه. جيت فرحانة أنا قلت صافي راه الحمد لله رب العالمين. ملي كتجي تشوفي في الواقع باقي بحال واحد النوع ما يعني كنتسنى أنا شي حاجة من موسى هادي طبع فيا لا معاهم ولا مع غيرهم راه يقدر تطلع حكومة أخرى من بعد. انا كنشوف شنو غادي شنو كيتقدم.